يعني انت ما شفت من الدين الاسلامي الا القتل؟ مو ب... لا في 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 بعض في بعض اشياء الكذب، في عندك استعباد المرأة، في كثير اشياء للامانه. ايوه كويس. انت عايش في اليونان؟ لا انا الان بالدنمارك جنب الكازينو. ايوه لا بدي باليونان صح؟ انا كنت مقيم باليونان، الان رحت على الدنمارك، عندي كازينو هنا، اليوم عندنا سهرة الليلة. طيب هل حموسي تربيت مساجد نعم ربكم الاعلى، هذول كلهم تربيت مساجد. هو لام فرعون لما يقول لكم انا اصلا، فرعون لما قال انا ربكم الاعلى كان يتمسخر عليكم، ليش؟ يقول لكم انتم اصلا دلكم رب هو انا. فعلا فرعون معاه حق لما يقول انا ربكم الاعلى، ليش؟ لانه فعلا اذا في رب اعلى بهاي الوساخه فعلا هو ربكم الاعلى فرعون، لانه يعرفكم زين فرعون. الان ادركت ليش قال انا ربكم الاعلى، فعلا فرعون كان ملحد، كان يقول لكم انا ربكم الاعلى. يلا شوف احبائي الكرام، اليوم اذا فتم مثلا على خطبه جمعه ولا محاضره دينيه ولا اللايفات الدينيه الان كلها تدعو للقتل والذبح، هم يعتبرونه اخلاق، اما صفوق الان منكر. انتم متخيلين؟ اللايفات التنويريه عندهم منكر، بس لايفاتهم لما يدعون لقتل الاخرين هذا الدين يقول لك، وهي الحقيقه ترى. نتمنى من المشرف يطلع لنا واحد ايضا نتحاور احنا وياه، بلش يكون تربيه مساجد ايضا، بس واحد لا